فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أو امرأة تسأل فتقول إن زوجها يمتنع من إنزالها لوحدها أو مع بناتها إلى السوق لشراء احتياجاتهم، فهل فعله هذا من التشدد والشك السيء أنه لا ينزلها لوحدها؟ ما تدخل بين الرجل وامرأته وبناته، ما تدخل فيها، هو أدرى بحالهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.